الأطفال وعائلاتهم يحصلون على تجربة أفضل. أوفر لك الجو الملائم الآن، أنا ضارب في جزائر. وهو طلب مني الحفاظ على تاريخ الجزائر. أنا لا أفهم شيئاً. ما سمعتي؟ أتستحيل بي؟ أنا إنسان آلي. نحن البشر من الروبوتس يعلم التاريخ للأطفال. روبوتيسا البشر المستقبل. لا بأس أن تكون تقليد معلم، لكنني حقيقي مثلك. دائما الآن أنا ضارب في جزائر، وعندما أعود هذه المسرحية التي تواكب ذهنية وتطورات الطفل الناشئ في مراحله. كنا سابقا كل البحوثات والدراسات البيداغوجية للطفل كانت تتحسس حتى تخلق فئات عمرية للطفل. الآن نحن أمام واقع يقول أن الطفل ليس له مراحل وفئات، بل الطفل كله من 5 سنوات إلى 16 سنة هو طفل يافع، طفل ناشئ يتحكم بالتكنولوجيا. إذن كان هذا العرض لخلق أو للفصل في التساؤلات التي يطرحها الطفل الناشئ حول الذكاء الاصطناعي وما مدى خلق تاريخ أو دراسات تاريخية وبيداغوجية عن طريق الذكاء الاصطناعي والروبوتات. كان دوري دور سارة اللي هي كانت فتاة طموحة، كانت تحب يعني توصل للطموحات تاعها. كانت في الأول أنها ما يهمهاش أي خطة كانت، ولا ما يهمهاش بأي طريقة أنها تمشي ولا توصل طريقها، لكن يبقى عندها ضمير اللي خلاها تتراجع عن هذا القرار، وانها خيرت انها تساند اصدقائها وتكون مع الوطن. كنت بدور حارس التاريخ لنحمي التاريخ ونحافظ على التاريخ وحب الوطن. دور تاعي كان دور روبوس. هذا انسان آلي ذكاء اصطناعي يقوم بمهام محددة، ألا وهي حفظ تاريخ الجزائر وعرضه للأطفال، اسمها يعرض صور وتاريخ شهداء والأبطال، ويحكي عن كيفاش الروبوس هو ولا يشعر ولا غيور على البلاد هذه.